اهلا بيك. وبعض الناس الحقيقه خدت بالها من البيان بتاع صندوق النقد الدولي امبارح، والفقره اللي كنت بتكلم عنها في مقدمه الحلقه في قصه ان النظام المصري وقع على حمايه اجنبيه جريده على الاقتصاد المصري. موقع عربي 21 نشر هذا التقرير، الصوره هتظهر قدام حضراتكم على الشاشه، وبيتكلم نص مثير باتفاق صندوق النقد، هل اصبحت مصر تحت الحمايه؟ وبيتحدث في التقرير عن النقطه اللي اشرنا ليها في مقدمه الحلقه. لكن بيان صندوق النقد الدولي برضه هتظهر منه صوره قدام حضراتكم دلوقتي في الجزء اللي بتكلم فيه، او دي صوره البيان كله يعني. الجزء اللي بتكلم فيه انه في بعض الشركاء الدوليين والاقليميين سيشاركون في تسهيلات اجراءات الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي. يعني ايه التسهيلات دي؟ مصطلح فضفاض جدا، محدش عارف هل هي وصاية حقيقية، هل هي مثلا تسهيل لقصة بيع الاصول، هل اسرائيل هتكون موجودة، الامارات، السعودية، مين الدول الإقليمية والدولية؟ أسئلة كثيرة سأنقلها لضيفي، لكن خلينا نشوف كده هذا الفيديو عن انخفاض القرض الذي يضع مصر في مأزق اقتصادي آخر. نتابع. انضم الي عبر الانترنت ابراهيم الطاهر، رئيس قسم الاقتصاد بموقع عربي 21. اهلا بك ابراهيم. اهلا دكتور اسامه، واهلا بالساده المشاهدين. طيب، السؤال هنا عن هذا النص المثير، قصه الشركاء الاقليميين والدوليين، كيف قرات هذا النص في اتفاق صندوق النقد مع مصر؟ نعم، الحقيقه هو نص فضفاض ويعني حمال اوجه انجاز التعبير. فهو يعني في وجهة نظر الصندوق أنها إشارة أو ضوء أخضر للدول الداعمة والمساندة للنظام المصري بتمويل مصر بما تحتاجه من عملة صعبة خلال الفترة المقبلة، وكذلك أيضا إشارة للمؤسسات الدولية لنفس السبب، لأن الهدف بيكون من قرض الصندوق هو فتح مجال للحصول على تمويلات أو قروض أخرى من جهات سواء دول أو مؤسسات مالية تمنح الدول الحكومات القروض. الحقيقة طبعا ده في ظاهره أو ما يمكن تسميته بما يدعيه الصندوق أنها شهادة ثقة بقدرة مصر على سداد ما لديها من ديون. لكن هذا النص يحتوي على أيضا وجه آخر، وهو أن مصر أصبحت مرتهنة لهؤلاء الشركاء كما وصفهم صندوق النقد الدولي أو الجهات المقرضة سواء كانت حكومات أو دول. والحقيقة أن الارتهان مصر يعني ليس يعني مش مجاني، يعني مش بالمجان الكلام ده. طبعا ما يحدث للفرد او يحدث للشركات ايضا يحدث للدول. فعندما تريد ان تحصل على قرض من البنك او سواء كنت فردا او شركه، فلا بد ان تقدم ضمانات لتاكيد على قدرتك على سداد
هذا القرض أو هذا الدين. نفس الكلام بالنسبة للدول أيضا أو الحكومات، بتعرض ما لديها من أصول بين قوسين ممكن نسميها، بترهن ما لديها من أصول، يعني تسميها كما تسميها، بتعرض ما لديها من أصول. وبالتالي مصر يعني كما نعلم جميعا هي دولة ليست فقيرة في أصولها وفي ثرواتها، لكن هي فقيرة في إدارتها. أما لديها أصول، لا تزال مصر لديها أصول كبيرة وقوية، وبالتالي هذه الأصول يمكن أن تكون هي الضمانة ارتهان للحصول على قرض صندوق النادي الدولي أو مزيد من القروض الأخرى. وبالتالي احنا شفنا الفترة خلال السنوات الأخيرة ما حدث تمهيدا لهذا الأمر، وهو إنشاء صندوق سيادي، قرارات الصندوق السيادي بالاستحواذ أو ضم أصول شركات رابحة وليس شركات، مش أي شركة يعني بيستحوذ عليها الصندوق السيادي، وبالتالي يقوم الصندوق السيادي بإعادة طرح هذه الشركة للبيع أو بين قوسين إعادة طرح أسهمها في البورصة المصرية للحصول أيضا على تمويلات. فهي طيب، كلمة السر في هذا الأمر هي أصول مصر التي سعى لها وسعت لها الحكومة المصرية على مدار الأشهر والسنوات الماضية إلى تقنين رهن هذه الأصول للجهات المقرضة أو الجهات المانحة. طيب إبراهيم، في سؤال آخر يتعلق بقيمة القرض. إحنا بنتكلم على قرض بثلاثة مليار لمدة ستة أشهر. محمد معيد قال إن في مليار كمان وإن في خمسة مليار من دول أخرى. قيمة القرض هل تمثل حلا سحريا، عصا سحرية لحل أزمة الاقتصاد المصري، ولا لا يعني القيمة دي مش هتمثل قيمة مضافة كبيرة في الاقتصاد المصري؟ طبعا الفجوة المالية أو الأزمة المالية في مصر كبيرة جدا، يعني تتجاوز ال 40 مليار دولار. فإحنا لما نيجي نتكلم عن 3 مليار دولار فهو رقم بسيط بالنسبة للفجوة المالية، لكن هم بيتكلموا في فكرة أن ده بيكون باب للحصول على مزيد من القروض الأخرى، وبالتالي ارتفاع حجم الدين الخارجي اللي بتتحدث الحكومة عن أن هي بتسعى لخفضه من الناتج المحلي. الحقيقة الإشكالية الأكثر خطورة ليست في قيمة القرض دكتور أسامة أو ما ستحصل عليه مصر من قروض أخرى على أساس هذا القرض. الإشكالية في الإجراءات أو الشروط القاسية سواء على المدى المتوسط أو على المدى الطويل التي وافقت مصر عليها للحصول على هذا القرض. يعني الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على هذا القرض أكثر خطورة من قيمة القرض وأكبر بكثير من قيمة القرض. يعني كانت هذه الشروط التي وافقت عليها مصر والتي لم تعلن بالتفصيل حتى الآن، وهي ما لا تزال بنود سرية، وما يحدث هي عبارة عن مصادر لتتحدث للإعلام الأجنبي وليس للإعلام المصري، وكالات رسمية ووكالات دولية لها محل ثقة في عرض ما لديها من معلومات عبر مصادرها الخاصة، تتحدث عن شروط قاسية جدا يعني سيعاني منها الشعب المصري وستأثر بها كثيرا. الإشكالية هنا في الشروط، وعلى فكرة بالمناسبة يعني حتى السيسي نفسه وصفها بأن هي صعبة جدا. فالإشكالية مش في قيمة القرض بقدر ما في الشروط التي وافقت عليها مصر للحصول على هذه القيمة الزهيدة من صندوق النادي الدولي. يعني ما حدث في 2016 وافقت على شروط صعبة فعلا ومجحفة، ومع ذلك كانت مقابل 12 مليار دولار. اليوم وافقت على شروط أصعب من 2016 وللحصول على فقط على 3 مليار دولار، وهذا طيب ما هو في سؤال يا استاذ ابراهيم الحقيقة سلبا على الوضع طيب المعيشي للمواطن بلا شك، وسيكون اضعاف جميل ما حدث من 2016 وحتى في سؤال مهم هنا الحقيقة. يعني بعض الاطفال اللي النظام طالقهم يتكلموا في الاقتصاد ومسكهم ادمن صفحات وكلام زي كده، وبعض الأذرع الإعلامية أيضا، الجميع بيتكلم إن دي خطوة عظيمة جدا وإن ده استكمال لمسار ناجح جدا. فيعني هل يعقل إن النظام بيمعن في إغراق نفسه بهذه الطريقة وبهذه القروض؟ النظام دائما يروج على أن الحصول على قروض جديدة
دليل على أن مصر قادرة على سداد ما لديها من التزامات، وهي شهادة تستطيع فقط الحصول بها على مزيد من القروض. هذا فقط ما يروج له الإعلام المصري على أنه سيكون له ما بعده، له ما بعده أي الحصول على القروض. طيب السؤال هنا، طيب أنت حصلت على هذا القرض، ماذا ستفعل بهذا القرض؟ هل ستقوم بضخه في مشاريع استثمارية إنتاجية تعيد لك أرباحاً يعني تغطي التكاليف والشروط الصعبة التي أخذتها على نفسك، أم ستقوم بأخذ هذه القروض لسداد ما عليك من التزامات حتى تقول أنك يعني قادر على سداد ما عليك من التزامات؟ وبالتالي دخلنا فيما يسميه الاقتصاد دائما بمسألة الدائرة الجهنمية للديون. فأنت هنا لو أنت بتتكلم على الحصول على قرض إنتاجي استثماري، فأنا بقول ما فيش مشكلة لو في خطة واضحة لهذا الأمر. أما الحصول على قرض لدفع ما عليك من التزامات وما عليك من قروض، فهذا أمر سيكون كارثي، لكن النتيجة دائما ستكون ليست على المدى القريب، بل ستكون على المدى المتوسط والمدى الطويل. طيب. أنا أتحدث عن نتائج كارثية في ترحيل النتائج الكارثية. نحن نتكلم الآن على انعكاسات مباشرة لهذا القرض، وهي تتعلق بانخفاض قيمة الجنيه أكثر من 17% وارتفاع موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار وارتفاع معدل التضخم، وبالتالي تدني المستوى المعيشي وضعف قيمة المدخرات لدى المصريين وودائعهم. هذه يعني تأثيرات أو آثار مباشرة لهذا الأمر، لكن هناك ستكون آثار أكبر بكثير خلال على المدى المتوسط والطويل. طيب. ستكون هناك قاسية سؤال جداً آخر على الشعب الحقيقة المصري، وهو يتعلق بإحنا لدينا التزام بسداد 750 مليون دولار لصندوق النقد الدولي قبل نهاية هذا العام، يعني في خلال شهرين مفروض نسدد لهم 750 مليون، إحنا مستلفين منهم 3 مليار عشان نسدد قرب المليار، يعني ما هو برضو ده شيء مش منطقي الحقيقة. هو نفس ما هي دي النقطة اللي أنا بكلم حضرتك فيها، إن هو بيقترض لسداد ما عليه من القرض. ما هو واخد دكتور أسامة القرض اللي خده 12 مليار دولار، واخده المفروض إن هو بدأ خلص المدة 3 سنوات بتاعته وبدأ يسدد فيه، فبالتالي عليه أقساط ديون وعليه فوائد ديون وعليه خدمة دين شغالة، يعني يعني واخدة الحيز الأكبر من قيمة الموازنة العامة للدولة، ومع ذلك يأخذ المزيد من القروض لسداد الالتزامات اللي عليه من التزامات. هي هنا الأزمة وهنا الكارثة. الإعلام، الجزء اللي حضرتك ذكرته فيما يتعلق بترويج الإعلام المصري إن هذا أمر جيد اقتصاديا، هو يأخذ الجزء يعني الجزء الظاهر أو التجميلي لهذا القرار، أما الوضع لا يعني أنا أضرب لحضرتك مثال. ما يحدث أو ما يتحدث عنه صندوق النقد الدولي تحديدا في بيانه الصادر بخصوص الاتفاق، يتحدث عن أن هذا الأمر رغم الصعوبات القاسية التي ستنعكس بشكل مباشر على المواطن المصري في انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع مستوى يعني وانخفاض مستوى معيشة المواطن، إلا أن ذلك سيصب مستقبلا في دعم الجنيه إذا زادت مصر من صادراتها، فبالتالي سيعطي مصر ميزة تنافسية لصادراتها. طيب مصر صادراتها ضعيفة، مصانعها واقفة، إنتاجها ضعيف، صادراتها أقل يعني بكثير جدا مما هو مأمول أو مما هو متوقع، فهذه النتيجة ستكون سلبية، لأن مصر ليست لا تنافس بصادرات أو بحجم صادرات يستطيع أن يغطي كل هذه التكلفة. يعني على سبيل المثال، رئيسة وزراء بريطانيا التي استقالت ليز تراس، يعني كانت وضعت خطة، نظريا كانت خطة جيدة، خطة لخفض الضرائب على الأفراد وعلى الشركات وتخفيف العبء على المواطنين، لكن هذه الخطة يعني كانت يعني تصلح لاقتصاد قوي وعملة قوية، وبالتالي نحن نتحدث عن نظريات اقتصادية إذا صحت في دولة لا تصح في دولة أخرى.
فنحن نتحدث عن بريطانيا، فما بالك لما عندما نتحدث عن اقتصاد نامي زي الاقتصاد المصري ودولة، مش عايز أقول دولة فقيرة كما يردد النظام أو يردد ممثلي الحكومة المصرية، لكن دولة غنية بإدارة فقيرة. يعني الإشكالية هنا دكتور أسامة في أن ما يحدث أو الروشتة أو العلاج اللي المفروض يصلح لدولة لا يعني لا يتناسب مطلقا مع الواقع المصري الحالي، لان قيمه الصادرات مش بالحجم الكبير المأمول ولا قيمه العمله. النهارده بتتكلم حضرتك عن البنك المركزي لما يطلع قرار بان سعر الصرف المرن هو يعجز عن ان هو ياخد قرار بتحرير او بتعويم الجنيه تعويم كامل، وبالتالي هيعملوا تعويم مضار. التعويم المضار ده معناه يا دكتور اسامه؟ معناه ان على الاقل البنك الدولي البنك المركزي سيتدخل بين الحين والاخر لضخ مليارات المليارات لدعم قيمه الجنيه خوفا من انخفاضها لمستويات قد تؤدي الى حدوث كارثه اكبر. فبالتالي هيجيب الاموال دي منين؟ هيسحبها من الاحتياط النقدي. طيب الاحتياط النقدي ده لما ينخفض هيأثر على التصنيف الائتماني لمصر، وبالتالي سيؤثر على القدره الائتمانيه للقطاع المصرفي، ودخلنا في دوامه كبيره من التداعيات السلبيه في كافه المجالات. يعني هذا القرار لن يؤثر فقط على قيمة الجنيه ولا على الأسعار ولا مستوى المعيشي، بل سيؤثر في كل وكافة قطاعات الاقتصاد المصري. شكرا جزيلا لك إبراهيم الطاهر، رئيس قسم الاقتصاد بموقع عربي 21، كنت ضيفي عبر الإنترنت. شكرا لك وتحياتي ليكم، السلام المشاهدين. شكرا.